نروح بنطمن بقى من التموين، نطمن على اللي بيحصل ضمن مبادرة حياة كريمة، ودي متابعة مستمرة من 8 الصبح طول الوقت منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم. محافظة الفيوم بتستعد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بتنفذ بمركز طمية والفيوم. ومحافظ الفيوم عقد حوار مجتمعي مع أهالي مركز الفيوم عشان يستمع يعني لمقترحاتهم، إيه اللي محتاجينه في القرية، المشروعات اللي هم أو اللي ليها الأولوية إن هي تتعمل الأول في قراهم. من المقرر إنه هتنفذ مشروعات المبادرة في 43 قرية في مركز الفيوم تابعة ل 13 وحدة محلية في القرى، القرى الأم كمان، فضلا عن العزب والنجوع، وكمان عشان المواطن يشعر بجودة الخدمات المقدمة ويلمس ما تقدمه الدولة له من خدمات. خلونا نستعرض أو نتابع ونقرأ مع حضراتكم تفاصيل ما يجري في الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة. معنا على التليفون الأستاذ محمد مكرم، منسق مبادرة حياة كريمة في الفيوم. صباح الخير يا أستاذ محمد، أهلا بك. صباح الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ بنتكلم النهاردة على استعداد المحافظة لبدء مشروعات المرحلة الثانية. سريعا أطلعنا إيه اللي حصل في المرحلة الأولى وإيه اللي هيحصل في المرحلة الثانية، ومخطط ومقرر إنه يحصل في المرحلة الثانية. تمام يا فندم، إحنا يعني كان عندنا في المرحلة الأولى أكثر من 1200 مشروع في 20 وحدة محلية في 63 قرية في مركزين يوسف الصديق وإقصى. تمام، انتهينا بالفعل من تنفيذ اكثر من 70% او 75% من المشروعات دي، وفي قرى بالكامل انتهت بشكل بنسبه 100%. التكلفه بتاعت المشروعات في المرحله الاولى بلغت حوالي 15 مليار، كان مقرر ليها حوالي 10، لكن وصلت في الختاميات بتاعتها لحوالي 15 مليار. تمام، بنستعد دلوقتي باذن الله ان احنا ندخل في المرحله الثانيه للمبادرة في مركز الفيوم ومركز بتكلفة بتقدر دلوقتي حاليا وبيتم حسابها بشكل دقيق. وقبل التكلفة لازم احنا كنا نعمل عدد من الحوارات المجتمعية نظمنا. لسه اسأل حضرتك عليها، لما محافظ الفيوم عقد حوار مجتمعي مع أهالي هذه القرى، ايه أكتر المشروعات اللي هم قالوا ان هم محتاجينها ولها الأولوية في قراهم؟ الأول طبعا الصرف الصحي، يعني المشروعات الصرف الصحي كان ليها الاهتمام الكبير وحصلت على طلب كبير من الاهالي، وبعد كده مشروعات الصرف الصحي. فخليني اقول لك مثلا ان في مركز الفيوم تقرر ان هو يتعمل اكثر من 20 محطه رفض في ال 43 قريه في مركز الفيوم. عفوا مره ثانيه يا استاذ محمد، مشروعات الصرف الصحي ومشروعات ايه؟ مشروعات الصحه يا فندم، المراكز الطبيه والعلاجيه والوحدات الصحيه. تمام، مخطط انه يتعمل في مركز الفيوم اكثر من 20 محطه رفع او 6 محطات معالجه، وتغطى كمان مركز طميه بالكامل بكل القرى في خدمه الصرف الصحي. طبعا دي حاجه يعني كنا بنسعى ليها في الفيوم من زمان، لان كانت القرى دي بتعاني من عدم وصول خدمات الصرف الصحي ليها بشكل كبير، وده كان ليه تاثير سلبي على الصحه وعلى البيئه وعلى خليني اقول لك القدره الانتاجيه للفرد. لكن دلوقتي الحمد لله خلاص بانتهاء المرحله الاولى وبتشغيل المرحله الثانيه، نقدر نقول ان الفيوم تغطى بنسبه كبيره جدا جدا من قراها في الاربع مراكز دول، بالاضافه طبعا للمدينه اللي تعتبر متغطيه بشكل واحد. نعم، هتبدا امتى انطلاق المرحله الثانيه للمبادره؟ يعني مقرر باذن الله في نهايه الشهر الجاري، ممكن شهر واحد مثلا 2023. كل الشكر استاذ محمد مكرم، منسق مبادره حياه كريمه في الفيوم. شكرا جزيلا يا فندم.